في الكورة لو حبيت تتفق على منطق وحيد أو حقيقة واحدة كل الناس متفقة عليها، هتعرف إنها لعبة المفاجآت، وهو ده السبب الرئيسي اللي خلى الناس كلها تحب الكورة، تتجمع حواليها وتتابعها بالمليارات. مش سهل أبداً إن لعبة تتحول للعبة شعبية ويبقى متابعيها ومحبيها بالمليارات، وده اللي عملته الكورة. وواحد من أسباب عشق الناس ليها هي مفاجآتها. ولو حبينا نطبق المثال ده على كأس العالم وتحديداً مونديال 2022، هتلاقي إن دور المجموعات كان مليان مفاجآت. أقوى المفاجآت كانت بفوز السعودية على الأرجنتين، فوز كان من الصعب حد يصدقه حتى من الجماهير العربية اللي حضرت المباراة، واللي عاشت ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة. فوز رفع سقف طموح العرب في البطولة، خصوصاً لما تونس اتعادلت مع الدنمارك في الجولة الأولى، لكن السعودية ما قدرتش تكمل في طريق المفاجآت وخرجت من الدور الأول. ورغم أن تونس عملت أكبر مفاجأة لما فازت على فرنسا حامل اللقب، لكن أستراليا خطفت منها بطاقة التأهل. وفي أول مواجهة لليابان قدام ألمانيا، كانت كل الترشيحات في المجموعة دي بتصب في مصلحة ألمانيا وأسبانيا، وكانت المفاضلة ما بين مين يصعد أول ومين يصعد تاني. لكن اليابان جت قلبت كل الموازين وفازت على ألمانيا. مش بس كده، ده فازت كمان على أسبانيا علشان تخطف صدارة المجموعة. وعلى نفس الطريق نقدر نقول إن المغرب كانت أحلى مفاجأة، من فريق غير مرشح بالمرة لمنتخب بيقدر يفوز بصدارة المجموعة ويتعادل مع كرواتيا ويفوز على بلجيكا وكمان كندا. أما الكاميرون فصبرت لغاية آخر جولة علشان تعمل أكبر مفاجأة بأول فوز لمنتخب إفريقي في كأس العالم على البرازيل. وعلشان يكون الوداع لأسود الكاميرون عبارة عن كارنفال احتفالي بالفوز على السامبا المرشح الأول لكأس العالم، كل المفاجآت اللي حصلت دي في دور المجموعات خلت الكثير من الناس منتظرة مفاجآت أكتر في دور الستاشر. لكن الغريب بقى إن بعد 6 ماتشات اتلعبوا في الدور ده مفيش أي مفاجأة، وكأن المنتخبات الكبيرة تنبهت فجأة وقررت إن دور الستاشر يكون منطقي شوية من غير أي مفاجآت. لكن وبرغم كده، كل اللي حصل في كأس العالم ده من بدايته والحد دلوقتي واللي لسه هيحصل من مفاجآت نارية في ربع ونص النهائي، يخلينا نقول ونسميه مونديال المفاجآت.